نرحب بضيفنا من القدس الكاتب والباحث السياسي فراس ياغي. أستاذ فراس أهلا بك معنا. يعني حرب غزة هذه قد قسمت العالم فعليا من حيث الاصطفافات التي نشهدها، ولكن اليوم العين على إيران بشكل مباشر. طبعا إيران التي لطالما شددت على دعمها للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، اليوم تؤكد للجانب الأمريكي بأن لا نية لديها ولا استعداد للدخول في أي حرب إقليمية إلا إذا استمر القصف كما تقول، كما يقول وزير خارجيتها. متى باعتقادك سيكون هذا يعني الخط الأحمر بالنسبة لإيران الذي ستكون مرغمة من خلاله على الانخراط مباشرة في هذه الحرب؟ يعني الخط الأحمر بشكل واضح هو قصف إيران، يعني محاولة ضرب إيران بشكل مباشر من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لحظتها سيكون هناك رد من قبل إيران على الهجوم الذي سوف تتعرض له من الجانب الإسرائيلي. أنا أود أن أشير إلى بعض القضايا المهمة والأساسية. منذ لحظة ما حدث في الداخل الإسرائيلي من انقسام عميق سياسي أفقي وعمودي، وأيضا انقسام في داخل المجتمع الإسرائيلي، أصبح لا يمكن عودة دولة إسرائيل إلى ما كانت عليه سابقا، وأصبحنا نتحدث عن إسرائيل الجديدة، إسرائيل سموتريتش وبن غفير وإسرائيل التوراتية، ولا نتحدث عن إسرائيل العلمانية السابقة التي تتغنى بأنها واحة العلمانية والديمقراطية والليبرالية في الشرق الأوسط. لذلك أنا سابقا قلت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعود موحدة وأن يعود هناك مقاربات جديدة في داخل إسرائيل إلا إذا حدث هناك حدث أمني كبير وليس صغير، يعني ليست جولة حرب كما كانت في العادة في غزة تكون. وكان السابع من أكتوبر هو الحدث الذي وحد الجميع الإسرائيلي. الآن نتيجة هذا الحدث الأمني الكبير ظهرت فرص للجانب الإسرائيلي لكي يستغلها ولكي يصفي بعض القضايا الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالذات مع حزب الله ومع إيران وبعض المقاومات الأخرى الموجودة في داخل المنطقة. لذلك نستطيع أن نقول أن حتمية توسع المعركة في المنطقة أصبحت مسألة حتمية، ليس لأنهم يرغبون في ذلك، ولكن لتداعيات ما يحدث في داخل قطاع غزة وتداعيات ما يحدث على جبهة الشمال. ولأن لحظة، خلينا أتوقف عند مسألة الحتمية، هل هي ستكون طوق نجاة نتنياهو يعني بالتالي، أو ليس فقط نتنياهو حتى الكيان الإسرائيلي بذاته؟ اليوم كان في تقرير قرأته في إحدى الصحف الإسرائيلية تحدث عن خروج جانتس من المشهد بعد انتهاء الحرب وتداعيات فقدان هذا التوازن أيضا على الكيان الإسرائيلي في الداخل. هذا صحيح 100%، لأن جانتس تحدث وقال أنه دخل فقط لهذه الحكومة ولمجلس الحرب فقط من أجل الوضع في غزة وما حدث في 7 أكتوبر، وليس لاتفاقات سياسية مع نتنياهو بهذا الخصوص، وأنه لا يزال يعارض مواقف الحكومة الإسرائيلية. لاحظي الخلافات الآن على مسألة إدخال الوقود، صحيح. ولاحظي تهديدات سموتريتش وبن غفير. إذن الحكومة التي تحكم في إسرائيل هي نفسها الحكومة التي كانت قبل 7 أكتوبر، وهذا المقلق حتى في الداخل الإسرائيلي. استطلاعات الرأي تعطي جانت 36 مقعد وتعطي الليكود 17 بقيادة نتنياهو، وهذه بالنسبة لنتنياهو مصيبة المصائب الكبرى بالنسبة له. انتهاء الحرب في قطاع غزة لن يؤدي إلى أن تكون هناك نجاة لنتنياهو مما ينتظره بعد الحرب. لذلك نتنياهو يعمل على إطالة أمد الحرب ويتحدث عن أهداف غير قابلة للتحقيق حقيقة حتى في داخل قطاع غزة، وهناك أيضا تصعيد في منطقة الشمال في الجبهة الشمالية، والقيادة العسكرية أيضا بعد 7 أكتوبر أصبحت مجروحة من الداخل وأصبحت متهمة في الكثير من القضايا أنها لا تستطيع حماية الدولة، وبالتالي هي تماهت مع نتنياهو في مسائل أنه يجب وضع حد للكثير من المواضيع الأمنية فيما يتعلق بالجنوب والشمال. لذلك تداعيات الحرب الحالية ممكن أن تؤدي إلى توسع الحرب، وهذا ما لا تريده أمريكا وتحذر منه،
وتحاول كل هذا ما لمنعها. هنا يخالفك الرأي لافروف وزير الخارجية الروسي، يقول أنه ربما تريد أمريكا توزيع نطاق هذا الحرب. خلينا نبقى قليلا داخل المجتمع الإسرائيلي. هذا المجتمع يعني سأعود لمناقشة هذه النقطة معك، ولكن اليوم في مسألة أيضا لا يتم تسليط الضوء عليها كثيرا فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي. عم نشوف تقارير تتحدث أنه منذ 7 أكتوبر يتم إعطاء تراخيص لحمل السلاح لأكثر من 1700 شخص يوميا. منذ 7 أكتوبر حوالي 250 ألف أبليكيشن أو طلب للاستحصال على السلاح. نتحدث هنا عن مجتمع حربي، مجتمع معظم سكانه خدموا في الجيش، لديهم خبرة في التعاطي مع السلاح. وسط هذا الوضع، هل التخوف من الانفجار في الداخل الإسرائيلي أو أيضا في التحول باتجاه الضفة الغربية؟ يعني هون الخوف الأمني، أنت من حسب منظورك بأي اتجاه سيكون؟ إذا لاحظت أن غالبية ترخيص السلاح وغالبية الذين يقدمون الابليكانت والمطالبات بالسلاح هم المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، هم يحضرون أنفسهم أيضا لاستغلال تداعيات ما يجري في داخل قطاع غزة لعكسه على الضفة الغربية بشكل ممنهج وبشكل مخطط. وهم يفكرون مثلا بإخلاء 5 قرى في نابلس تفصل ما بين المستوطنات ويحضرون لذلك، ولذلك أمريكا تحذر من ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية. هم يقومون بطرد الفلسطينيين من مسافر يطا في جنوب الخليل للسيطرة على منطقة سي بشكل كامل. هم يحذرون المواطنين في الضفة الغربية أننا بعد أن ننتهي من غزة سنأتي إليكم ولن تبقوا في داخل الضفة الغربية، فمن الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ننصحكم من الآن أن تهاجروا من الضفة الغربية. هم يقومون بتوزيع منشورات في بعض القرى يطلبون منهم أن يواجهوا حركة حماس الإرهابية، وإلا لن تدخلوا إلى إسرائيل للعمل وتحصلوا على رزقكم. هناك مخطط حقيقي للضفة الغربية يجري إعداده من قبل المستوطنين ومن قبل عصابات تدفيع الثمن ولهافا وشبيبة التلال. لذلك هناك حديث عن مثلا مستشفيات ميدانية أردنية في الضفة الغربية، هناك مستشفى بدأ تحضيره بشكل كامل في نابلس تخوفا من أي تداعيات مستقبلية قد تحدث في داخل الضفة. ورأينا يوم أمس كيف قاموا بطائرة مسيرة هيرمز 900 بقصف مقر حركة فتح في داخل مخيم بلاطة. أيضا اليمين الإسرائيلي وبالذات المستوطنين يقومون بعملية تحريض ممنهجة ضد السلطة وضد تنظيم فتح، لدرجة أنهم يتحدثون عن تنظيم فتح أنه نفس تنظيم فتح في الانتفاضة الثانية، وهذا ليس حقيقي، لكن هم يحرضون بهذا العنوان لأنهم لا يريدون أن يكون أي عنوان للشعب الفلسطيني، ولا يريد أن يبقوا على حتى السلطة في داخل الضفة الغربية، لأن لديهم مخططات أخرى تتعلق بحسم الصراع في الضفة، وهذا ما أعلن عنه سموتريتش وبن غفير. إذن هناك فرص مختلفة لعدة اتجاهات في داخل إسرائيل، إن كان على مستوى توسيع المعركة وإن كان على مستوى حسم الصراع في داخل الضفة الغربية والقدس. لدينا 212 شهيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. إذن صحيح أن المعركة في غزة إبادية وتبيد في قطاع غزة، ولكن عيونهم الأساسية هي على الضفة الغربية والقدس، ولمنع قيام أي دولة فلسطينية مستقبلية يجب حسم الصراع في داخل الضفة وداخل القدس. بدي اسمح لي أن أعود إلى نقطة اتساع رقعة النزاع حتى نفصلها أنا وياك. تقول أنه طبعا بنعرف أنه قرار الحرب هو قرار بيد الولايات المتحدة، هنا أستاذ فراس، ولكن لماذا برأيك يعني هذا التواجد العسكري الضخم في المنطقة وهذه الأساطيل الحربية، بينما الولايات المتحدة تمتلك قواعد عسكرية في أكثر من دولة في المنطقة، تمتلك أيضا قاعدة عسكرية في إسرائيل، وحتى البعض يصف إسرائيل بأنها قاعدة عسكرية أمريكية أصلا، وإسرائيل لديها تفوق جوي وطائرات F-35. لماذا هذا الحضور العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة؟ كيف يمكن أن نفسر إذا كانت فعليا أمريكا لا تريد اتساع نطاق هذا الصراع؟ يعني أولا في 7 أكتوبر كان هناك انهيار
في الجيش الإسرائيلي وحتى في المستوى السياسي الإسرائيلي. وقدمت أمريكا على وجه السرعة بمستشاريها وسياسيها لتقود المعركة بشكل كامل، وهي تضع كل الخطوات التي تجري حتى على مستوى قطاع غزة. ولكن في داخل الإدارة الأمريكية هناك رأيين بهذا الموضوع. هناك السكور الموجودين في البنتاغون وبعض السياسيين المتطرفين والمحسوبين على اللوبي الصهيوني في داخل الإدارة الأمريكية يرون أن استغلال فرصة ما جرى في 7 أكتوبر هو من أجل القضاء على كافة المقاومات الموجودة من أجل تثبيت المصالح الأمريكية بشكل كامل في المنطقة وتسييد إسرائيل من جديد عليها في مواجهة، لكي تتفرغ أمريكا لمواجهة الصين. ويرون أن كل الخطط الاقتصادية التي طرحتها أمريكا على مستوى المنطقة لن تتم تطبيقها بشكل عملي وحقيقي على أرض الواقع ما دامت هناك مقاومة في غزة ومقاومة في لبنان وغيرها مناهضة لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط. هذا التيار يضغط بهذا الاتجاه من أجل أن تقوم إسرائيل بتوسيع المعركة وبالتالي توريط أمريكا في هذه المسألة. لكن بايدن وبلينكن في وزارة الخارجية الأمريكية يرون أن هذه مخاطر كبيرة وأن أفغانستان والعراق لا تزال ماثلة أمام الأعين وأن الشعب الأمريكي غير مستعد لقبول أمريكا أن تدخل معركة جديدة، لذلك يتدخلون في القرار هذا إن كانوا قد تعلموا من الدروس الماضية. سيد فراس، شكرا جزيلا على حضورك معنا من القدس، الكاتب والباحث السياسي فراس ياغي، شكرا لك. شكرا.